اللي هنعمله النهارده مرتبط بالشغل على السنترال فايل. يعني شفنا احنا المره اللي فاتت واحنا شغالين اني وانا حتى كنت بسمي اسماء السبيسز، الاقي في حد كان مسميها وطلعت لي رساله، وبعدين اتعطلنا وقلنا طب نطفي الريفت، يعني نقفل الريفت ونعمل ايه وبتاع. لا، هو اوريدي بيبعت لي رساله، الرساله ديت ممكن ان انا اقول له ماشي انا قابل ان انت تغير في اسم السبيس او لا، اعمل لها اكسبتنس او دينايل او خلاف، بحيث ان الرساله ديت اللي هي الابروفال ريكويست، ابروفال ريكويست ده بيبقى يعني لحظي ما بيحتاجش وقت، فمش لازم ان انا اعمل سينكرونايزيشن اللي هو بياخد وقت عشان نحل الشغل ما بيننا وبين بعضنا واحنا شغالين. فاول خطوه المطلوب ان احنا قبل ما نفتح المشروع، يعني انا بس فاتح المشروع انما مش هعمل الاجراء ده، هقول لكم بس نعمله ازاي. ان احنا نسمي اليوزر نيم، نحدد اليوزر نيم اللي انت شغال بيه على الريفت. فاللي هنعمله ان هنيجي من الابلكيشن منيو ونيجي الاوبشن، هتلاقي في عندك الجنرال تاب، في عندك جزء بتسمى اليوزر نيم، فتسمي الاسم يبقى اسم مميز ليك. يعني مثلا لو في مثلا خمسه اسمهم محمد، مش كل واحد هيسمي نفسه محمد، انما يسميها باسم العيله اللي هو بيختلف عن اسم زميله الثاني وهكذا، علشان نبقى عارفين مين هو اللي طالب الريكوست وانا ارفضه ولا اقبله او اعمل معاه ايه، عشان نبقى عارفين، بس نبقى نخاطب مين واحنا قاعدين. ايوه ثواني، يعني دلوقتي ايه، انا في عندي جدول سكيدول موجود وعايز اغير فيه، فبالتالي مثلا عايز اخلي العمود دوت يبقى اصغر شويه علشان يعني اشوف كل الداتا في حته واحده تبقى مناسبه يعني. فلقيت ان في واحد بيمتلك اوريدي السكيدول ده، فهقول له هنا بليس ريك، عايز ان ايه، ان اغير. فانا دلوقتي بعت له ريكويست، الريكويست دوت هيقدر ان هو يشوفه في الكالبريتد تاب، او هو دلوقتي هيظهر عنده اشعار. فاوريدي الكمبيوتر اللي كان يمتلك اليوزر، يعني اللي كان يمتلك السكيدول دوت، انا بعت له ريكويست، هو رد عليا بابروفال، بيقول لك ايه، الايديتنج ريكويست جرانتد، يعني تمت الموافقه عليه، اللي هو الموديل اللي احنا شغالين عليه اللي هو المشروع ايه، ميديكال 2018، الاليمنت الفيو سكيدول، هو بيمتلك الفيو بتاع السكيدول، granted by engineer محمد شتيح، you have been granted permission to edit this element. فبالتالي خلاص انا عرفت. في بقى حاجات بتظهر لي هنا في الكالبريت، حتة الجراندد او ريفيوزد او ريتراكتد او كده، بتبقى في الايديتنج ريكويست. هنا الاذر بيندنج ريكويست، ما عنديش بيندنج ريكويست من الاذر، ما فيش عندي انا حاجات بيندنج، خلاص اوكي. لما بتظهر لك بيظهر بقى، لو حد بعت لك ريكويست بيظهر هنا، تقدر انت تعمل له جراندد او ريفيوزد. يبقى انا كنت بحاول اني اصغر العمود ده، فاوريدي خلاص ايه، اقدر اصغره، عايز اصغر العمود ده، اوريدي خلاص اقدر اصغره، كذلك العمود ده، كذلك دوت الروم نمبر، وسواء كانت ميديكال او نون ميديكال. فالزون هنا عندي بمثابه القسم، يعني انت عندك القسم اللي انت شغال عليه دوت هو ايه، هو قسم الطوارئ ولا قسم الولاده ولا قسم الرعايه المركزه ولا قسم الاوبريتنج روم ولا قسم اللي هو اقامه المرضى وهكذا. فانا عايز اجمع السبيسز اللي هي كل واحده ميديكال في القسم الخاص بيها. فبالتالي هنزود هنا عندي في الفيلد، هنزود الزون، يبقى كمان في عندي الزون، اعمل له اد واشوف انا احطه فين. فالمفروض ان هو بيبقى بعد الليفل، يعني الدور الاولاني القسم مثلا بتاع غرفه العمليات، الدور الارضي القسم بتاع الامرجنسي وهكذا. فهو دايما يعني
بشيء طبيعي ان هو يبقى في العمود الثاني. فبالتالي هعمل له موفينج اب لغايه الايه؟ العمود الثاني. اوكي. يبقى كده عندي ايه؟ ظهر لي ايه؟ الزون اللي هو بالنسبه لي هو الديبارتمنت. فانا الزون ديت انا هكتب يعني هشيل بس المسمى بتاعها، المسمى اللي بيظهر لي في السكيدول. بدل هو زون انا هسميه ديبارتمنت. طيب هل هو غير البارامتر ده سماه ديبارتمنت؟ تعالوا كده نشوف في الفيلد. هو العمود الثاني اسمه زون، بس انا عايزه يظهر في السكيدول اسمه ايه، ده اللي انا غيرته. انما العمود ده البارامتر بتاعه زون. زون يعني انا اللي عملته ان انا خليت الروم نمبر قبل السبيس نمبر. طبعا هو النمبر ده المفروض ان هو سبيس نمبر، لان دوت سبيس سكيدول، فبالتالي مش محتاج ان اقول السبيس نمبر لان هو تبعه. انما اللي قبليه كان روم نمبر، فعشان كده لازم ايه؟ يميز. فانا كنت شغال روم نيم يبقى سبيس نيم، روم نمبر سبيس نمبر، وهكذا. اوكي. طب نشوف اللي قبله. يعني هنا عندي السبيس ده المفروض كان فيه روم نمبر ليه. الروم نمبر كان جي او 12، فدوت جي او 12. والنيم بتاعي هو فيميل دبليو سي. يبقى كده ده مظبوط. ده لو طلعت هنا عندي لي الليميت، الابر ليميت المفروض ان هو اولد فيرست، اولد فيرست مش الفيرست، الاولد فيرست. فممكن نعمل الكلام دوت عن طريق السكيدول. ازاي؟ اروح تاني للسكيدول. الناس برضو في البروجكت بي هي بتعمل نفس الكلام اللي انا بعمله هنا. تتاكد من يعني كل المفروض ان كل مجموعه منكم شغاله في دور، صح؟ فكل مجموعه في الدور بتاعها تتاكد من الابر ليميت واللور ليميت بتاعها. اوكي. طيب تعالوا ان احنا برضو الكلام موجه للمشروع بتاع بي. طبعا هي المسميات لابد تكون معبره. يعني انا جيت الاجزاء اللي في الجراوند سميتها جي لانها بتبتدي من الجراوند، بس في عندي جراوند وفي عندي اولد جراوند، فبالتالي المبنى القديم ده بيبتدي بجي او. يبقى انا لما اشوف اي حاجه جي او فدوت مرتبطه بالاولد بيلدينج في الدور الارضي، لما بس اشوف الرقم. لان انت هتلاقي في عندك دبليو سي موجود في الجراوند فلور وموجود في الاولد جراوند فلور وموجود في الفيرست فلور، كلهم ليهم نفس الاسم، انما لابد ان هم يبقى ليهم رقم مختلف، فلازم الرقم يبقى معبر ومميز. فبالتالي انا هنا سميت الحاجات اللي في الجراوند في الاولد جي او، اللي هو في المبنى بقى القديم الفيرست في المبنى القديم يبقى يبتدي اف او، السكند يبقى اس او، وعندك الروف يبقى ار او، وهكذا وهكذا. طيب بالنسبه للمبنى الجديد الجراوند الرقم بتاع اي سبيس فيه يبتدي من جي، الفيرست يبتدي باف، السكند يبتدي باس، الثيرد يبتدي بتي، يبقى لابد ان يكون مميز. بس طيب عايزين بقى نتاكد من الليفلات انها مظبوط. فبالتالي هنا هروح للسكيدول وهضيف اللي هو الابر ليميت للسكيدول. يعني هاجي هنا عندي في الفيلد واضيف ايه؟ يعني هنا عندي الابر ليميت هضيفه، ليميت اوفست برضه هضيفه، والاثنين دول
هطلعهم فوق شوية. هنعمل sorting sort بالسبيس number. لو النمبر رسميات في عندي موقع زي كده ايه الابل ستور ابلكيشن ستور، في الاوتو ديسك ابلكيشن ستور. الاوتو ديسك ابلكيشن ستور بيبقى فيه ادز ان، من ضمن الادز ان ديت بيبقى برنامج بيضاف ادز ان على بيضاف ادز ان على الريفت علشان يسمي تسميات السبيس بنفس المسمى بتاع الروم. ده اروح له ازاي؟ فده اروح له عن طريق، انا طبعا بفتح النت عشان نقدر نشوفه. هنا في عندك ايكون بتاع الاكستشينج ادز، الاكستشينج ادز لما اضغط عليه هيفتح لي السايت بتاع اوتو ديسك ابلكيشن ستور. من ضمن البرامج ديت هتلاقي في عندك اللي هو السبيس نيمينج يوتيليتي. يعني انا لو ضغطت دلوقتي على ده فبالتالي هو هيعمل كورنيشن ما بين النيم والنمبر، او لو انت عايز النيم بس او عايز النمبر بس، والكلام دوت في الايه في كل الليفلز، وهقول له اوكي. فبالتالي هو هياخد نفس المسميات اللي موجوده. انا هعمل بليس ريكويست برضو دوت لابو ابو زيد، صح؟ ايه ده، انا هعمل بليس ريكويست. فدلوقتي انا عملت بليس ريكويست لابو زيد علشان يعمل لي جراندد بلي، يعني يوافق لي على الريكويست ده. You now own the element but your file is out of date. You must reload latest before editing the element. Cancel. فانا هروح هنا عندي في الكولبريت واقول له ايه reload latest. Reload latest. فدلوقتي هو already granted. هرجع تاني للادز ان واعمل launch واقول له اوكي. هو دلوقتي بيحط الايه؟ في عندي element هذا duplicate number value، اوكي. لو عملناه تاني adds in. خلاص هو كده خلص. هو اخد حوالي 3-4 ثواني ان هو سمى فيها كل الايه؟ كل السبيسز باسماء الرومز بتاعته. ادي في السبيس سكيدول انا عندي فاتح الجراوند بس. هعمل فلتر تاني في الاجزاء بتاعت الاولد بيلدينج بس، فاعمل فلتر تاني اديت انه يبقى ايه في السبيس نيم او نمبر، سبيس نمبر اللي هو كونتينز جي او. وخلي بالك من الحروف الكابيتال والسمول لان ريفت بيميز بين الحروف الكابيتال والسمول. اقول له اوكي. فبالتالي هو حط لي بس السبيسز اللي بتبتدي بجي او. جرانتد اوكي اوكي. ان انت بتعمل عمليه الفلترنج دي، انت مثلا عايز تظهر مثلا الدور الارضي بس، الدور الارضي بس عشان يبقى تتاكد ان الليفلز بتاعه مظبوط. فانا هحط هنا فلتر، الفلتر دوت هيبقى بالسبيس نمبر وهو كونتينز جي او. طبعا انت ما عندكش هنا جي او او جي بس، فهو يبقى جي بس، يبقى عندي هنا جي او. اوكي. You now own the element but your file is out of date. قول لي انت اعمل ايه؟ ريلود ايه؟ ليتست. فنعمل له ريلود ليتست.
فدلوقتي بقى انا بعد ما خلاص عملت فلترنج علشان يظهر لي الحاجات بتاعت الاولد فيرست بس، واقول له ان هو الابر ليميت هو اولد فيرست، كل ده جي او جي او جي او جي او، فكل ده اولد فيرست. All the first. عندك آخر حاجة في الأولد فيرست أروح عاملينها. أوكي. يبقى كده إحنا ظبطنا الليفلز بتاعت السبيسز اللي كانت مش مظبوط. دلوقتي عندي في المشروع ده في مشكله ان احنا شغالين اس اي ومديني الليميت اوف سيت دوت بالبريتش يونت، يعني بيديك فيت وبوصه. دي اغيرها ازاي؟ فاروح هنا لمانج، وفي مانج ديت هيبقى في عندي البروجكت يونت. في البروجكت يونت هخلي له اللينسز، اقول له غيرها لي وديت تبقى بالمليمتر. مليمتر ما اعتقدش ان احنا محتاجين، يعني بعد المليمتر ديسمال بوينت يعني 1.5 مليمتر مش محتاجينها يعني، فهي كده اوريدي مظبوطه. اوكي اوكي يبقى كده اتغير اوريدي، ادي الاوفست بقى ايه المليمتر بتاعه بيساوي صفر. اوكي ونعمل ايه سينكرونايز علشان تشتغلوا. طبعا في السنكرونايز زي ما شايفين ان بيبتدي يظهر لي بعض التشيك بوكسز اللي هي طبعا كومباك ديت ما تقربش منها، بس اللي ممكن ان انت هتلاقي عندك في تشيك بوكس اللي هو سيف لوكال فايل بيفور اند افتر سنكرونايزيشن، فده طبعا هياخد وقت، فلذلك انا اعمل له انتشيك. هنا بيعمل ريلينكويش الحاجات اللي انا اشتغلت فيها عشان يعني ان انا اتنازل عن ملكيتها عشان حضرتك تقدر تدخل وتشتغل عليها، وهقول له اوكي. يبقى كده هو دلوقتي بيعمل سينكرونايز.